بيبدأ الفيلم براجل كبير في السن اسمه راسل كرو، وراسل ده بيكون عالم في علوم الطبيعة وخبير في فصائل الذئاب، لكنه حاليا بيكون متقاعد وعايش حياته للكتابة وبس. وبيكون راسل عايش حياة مستقرة ما فيهاش أي مشاكل، لحد ما في يوم بتجيله رسالة من ولاية ألاسكا، وبيكون في واحدة بعتاله رسالة اسمها ميدورا، وبتكون ميدورا بعت الرسالة دي لراسل علشان تطلب منه المساعدة في أمر ضروري جدا لأن هو خبير في فصائل الذئاب. فبتقول له ميدورا في الرسالة إن من 3 أيام ابنها الصغير اللي اسمه بيلي اتخطف من قطيع ذئاب موجود في المنطقة، وبتعرفه ان دي مش اول مرة تحصل، وان قطيع الذئاب ده خطفوا طفلين من القرية قبل كده، وان مفيش اي حد من القرية عايز يتحرك ويطارد القطيع. وبتطلب ميدورا من راسل ان هو يجي يطارد القطيع ده علشان يرجع لها ابنها سواء كان عايش او حتى كان جثة، وكمان علشان يخلص على الذئاب الشرسة دي ويخلص اهل القرية من شرهم. ورغم ان راسل مش صياد ومش متخصص في قتل الذئاب، لكن كلام ميدورا وحزنها على ابنها بيأثر فيه وبيخليه ان هو يوافق على مساعدتها. وبالفعل بيجهز راسل نفسه وبياخد اول طيارة وبيتحرك في اتجاه ألاسكا. وفي الحقيقة ما بيكونش ده السبب الوحيد اللي خلى راسل يسافر لهناك، لكن كمان بنعرف ان راسل عنده بنت اسمها ايمي، وايمي دي بتشتغل في ألاسكا وعايشة في الولاية دي بقالها فترة كبيرة وهو ما قابلهاش من سنين. وعلشان كده بيقرر راسل يروح يساعد ميدورا في المشكلة بتاعتها، ولما يخلص مهمته يروح يقابل بنته ايمي. وبعدها بيوصل راسل لألاسكا وبيروح لبيت ميدورا، وبتستقبله ميدورا وبتدخله البيت وبيبدأوا يتعرفوا على بعض. فبتبدأ تعرفه ميدورا بظروفها، وبتقول له ان هي وابنها كانوا عايشين لوحدهم، وده لان جوزها فرن جندي في الجيش وموجود في الحرب حاليا. فبيسألها راسل اذا كانت بلغت جوزها فرن باللي حصل لابنهم، فبتقول له ميدورا ان هي كانت عايزه تكلمه وتبلغه، لكن ما عندهاش القدره ان هي تقول له خبر صادم زي ده وهو موجود في الحرب. وبيكون واضح ان ميدورا حزينه جدا على ابنها، فبيحاول راسل يواسيها ويهون عليها، وكمان بيقول لها ان هو هيبذل كل جهده علشان يلاقي الذئاب دي. فبتشكره ميدورا جدا وبتقول له يجي معاها علشان توري له اخر مكان ابنها كان موجود فيه قبل ما الذئاب تخطفه. وبالفعل بيطلعوا هما الاثنين وبتاخدوا ميدورا للمكان اللي ابنها اتخطف منه، وكمان بتاخدوا جوله في القريه وبتحكي له عن الطفلين اللي اتخطفوا قبل ابنها بيلي، وبتقول له ان بعد ما الطفلين دول اتخطفوا اهل القريه حاولوا يحصنوا المكان ويامنوه من هجمات الذئاب، لكن للاسف كل التحصينات دي كانت من غير فايده وابنها برضه اتخطف. وبتاخدوا ميدورا وبتوري الاماكن اللي الطفلين دول اتخطفوا منها علشان يبقى عارف كل التفاصيل ويقدر يلاقي الذئاب دي بسهوله. وبعد ما بيخلصوا جولتهم بيقرر راسل يرجع البيت علشان يرتاح الليله دي من السفر، وتاني يوم يبدا يطارد الذئاب. واثناء ما هم راجعين بيفضلوا يدردشوا سوا، وبيعرف راسل منها ان هي مش بتحب القريه ومش بترتاح فيها، وان اكتر مكان هي بتستجم فيه وبتقضي فيه معظم وقتها هي ينابيع معزوله قريبه شويه من القريه. وبعدها بيرجعوا الاثنين للبيت وبيسهروا مع بعض، وبيحكي راسل لميدورا عن بنته وبيفضلوا يدردشوا سوا. وبيلاحظ راسل ان ميدورا بتعمل تصرفات غريبه ومش مفهومه، لكنه بيحاول يقنع نفسه ان ده بسبب حالتها النفسيه وزعلها على ابنها. وبعدها بيجهز راسل نفسه وبيخرج علشان يطارد الذئاب، لكن هو ماشي بتوقفه واحده ست عجوزه من اهل القريه وبتنصحه يهرب من هنا في اسرع وقت ممكن، وكمان بتحذره وبتقول له ان ميدورا شريره ولازم يبعد عنها. لكن راسل مش بيصدق كلامها وبيدافع عن ميدورا وبيقول لها ان هي مش شريره ولا حاجه، لكن هي في حاله حزن على ابنها اللي اتخطف. وبيسيب راسل الست العجوزه دي وبيكمل في طريقه، وهي مش بتحاول تمنعه مره تانيه وبتسيبه على راحته. وبيكمل راسل طريقه للغابه وبيبدا يمشي ورا اثار الذئاب. وبعد شويه وقت بيقدر راسل بخبرته ان هو يوصل للقطيع بتاع الذئاب، وساعتها بيحاول يراقب القطيع من بعيد علشان يشوف لو هما بياكلوا في جثه بيلي، لكن الغريب ان هو ما بيلاقيش الجثه موجوده معاهم، والاغرب من كده ان هو بيلاقي الذئاب بتاكل بعضها. فبيستغرب راسل جدا لان الحاله الوحيده اللي الذئاب ممكن تعمل فيها كده هي ان يكون عندهم نقص في الاكل والموارد، وطبعا لو هم خطفوا بيلي فعلا فاكيد هيكون معاهم جثته وهيكونوا لسه بياكلوا فيها ومش هيحتاجوا يعملوا كده. ووقتها بيحس راسل ان في حاجه غلط، وان الذئاب دي ملهاش دعوه بخطف بيلي، لان نادر جدا ان الذئاب تهاجم البشر اكتر من مره بالشكل ده. ولو فعلا الذئاب هم اللي هاجموا على اول طفلين فصعب جدا يكرروا الموضوع ده مره تانيه، وده معناه ان مفيش اي علاقه بتربط الذئاب باختفاء بيلي. واثناء ما راسل بيراقب الذئاب بيتزحلق بالغلط وبيقع من فوق تل عالي، والمشكله ان الذئاب بيشوفوه وبيحسوا بالخطر فبيجروا عليه علشان يهاجموه، لكن هو بيقدر يمسك سلاحه ويرفعه في وشهم في اخر لحظه، وبيستخدم خبرته في
في ان هو يخوفهم علشان يسيبوه ويمشوا، وبالفعل بينجح في كده وبيخلي الذئاب هي اللي تخاف منه وبيخليهم يسيبوه ويطلعوا يجروا من المكان. وبعدها بيقرر راسل ان هو يرجع للبيت قبل ما الدنيا تليل، وتاني يوم يكمل بحث وتحقيق في الموضوع. ولما بيرجع البيت بيفضل يدور على ميدورا علشان يقول لها على اللي حصل، لكن بيلاقيها اختفت تماما وملاش اي اثر. وبيلاحظ ان باب السرداب مفتوح مع ان الباب ده كان مقفول كويس في اليوم اللي هو وصل فيه، فبيستغرب هنا وبيكون عنده فضول ينزل ويشوف ايه اللي موجود في السرداب ده. والمفاجأة ان هو بيلاقي جثة الولد بيلي موجودة في السرداب، وان الولد مقتول عن طريق الخن. واول ما راسل بيشوف المنظر ده بينهار تماما، وبيطلع يصرخ ويطلب المساعدة من اهل القرية، وكل اهل القرية بيتجمعوا علشان يشوفوا ايه المشكلة، وطبعا بيعرفوا باللي حصل للولد. وراسل بيكون منهار ومش عارف يتمالك نفسه من المنظر اللي شافه. وبعد شوية وقت بتوصل الشرطة وبيجي ياخدوا جثة الولد علشان ينقلوه للمشرحة. وبيجي ضابط شرطة اسمه دونالد يحقق في القضية، وبيقعد دونالد مع راسل بعد ما بيكون تملك اعصابه شوية وهدي، وبيحكي راسل للمحقق دونالد على كل حاجة، وكمان بيوريله رسالة ميدورا اللي هي بعتتها له. فبيقول راسل لدونالد ان هو متأكد تماما ان اللي قتل بيلي هي ام ميدورا، وبيقول له ان الرسالة اللي هي بعتتها له دي كانت جزء من خطتها علشان تجيبه للمكان ده. ولما وصل خدت كل حاجتها وهربت وسابت الجثة في البيت علشان هو يلاقيها. فبيسأله دونالد ايه السبب اللي خلى ميدورا تخنق ابنها وتقتله بالشكل البشع ده. فبيقول له راسل ان هو ما قابلش ميدورا غير مرة واحدة وما يعرفش اي حاجة عنها، فاكيد مش هيعرف ايه الدوافع اللي خلتها تعمل كده في ابنها. فبيقتنع دونالد بكلام راسل، وبعدها بيطلب منه يفضل في ألاسكا كام يوم علشان لو احتاجوه في التحقيق، وبيقول ان هو اكيد يقدر يسافر عادي بعد ما التحقيق يخلص. فما بيكونش فيه اي حل قدام راسل غير ان هو يوافق. وساعتها بياخدوا دونالد وبيوصلوا لفندق قريب من القرية علشان يقعد فيه اثناء فترة التحقيق. وتاني يوم بيعرف فيرن بموت ابنه بيلي، وكمان بيعرف ان للأسف مراته هي اللي قتلته. وطبعا بمجرد ما بيعرف الخبر ده بياخد اول طيارة وبيروح لألاسكا، وبيكون صاحبه المقرب تشون مستنيه في المطار. واول ما بيوصل فيرن بياخدوا صاحبه تشون وبيروحوا للمشرحة علشان يشوفوا بيلي. واول ما فيرن بيشوف ابنه في الحالة دي بيزعل جدا، لكنه بيكون متمالك اعصابه بطريقة غريبة. وبيكون في اتنين ضباط شرطة موجودين مع فيرن وتشون في المشرحة، وبيحاولوا الضباط دول يواسوه ويهونوا عليه، وبيقولوا له ان هم هيبذلوا كل جهدهم علشان يلاقوا مراته. لكن في اللحظة دي بيطلع فيرن مسدس وبيقتل الضباط دول بمنتهى البرود. وبيدخل فيرن ياخد ابنه من المشرحة وبيروح يدفنه هو وتشون في مكان بعيد. وبيقرر فيرن ما يستناش الشرطة تدور على مراته، وبيبدا يدور عليها بنفسه علشان ينتقم منها. وفي البداية بيروح فيرن للست العجوزة اللي قابلت راسل قبل كده وحذرته من ميدورا، واللي بيتضح ان هي مش ست عجوزة عادية لكنها عرافة، وواضح ان هي تعرف كتير عن ميدورا وفيرن. فبيحاول فيرن يعرف منها مكان مراته، لكن لما بيلاقيها مش هتفيده بيقرر يخلص عليها. وبيبان ان فيرن ده شخص سايكوباتي ومجنون، ومفيش اي حاجة هتقدر توقفه لحد ما يوصل لميدورا. وتاني يوم المحقق دونالد بيعرف اللي حصل في المشرحة، وبيعرف ان في ضباط شرطة اتقتلوا، وكمان بيكتشف ان الدكتور اللي في المشرحة اتقتل هو كمان مع الضباط. وبيعرف ان الحاجة الوحيدة اللي اختفت من المشرحة بعد جرائم القتل دي هي جثة بيلي، وطبعا بيقدر يستنتج بسهولة ان فيرن هو اللي عمل كده. وبعد ما بيحققوا بيعرفوا ان عيار الطلق اللي الضباط والدكتور اتقتلوا بيه هو نفس عيار المسدس اللي موجود مع تشون صاحب فيرن، وده معناه ان فيرن هو اللي نفذ الجرائم وصاحب تشون مشترك معاه. فبيقرر دونالد يقبض على فيرن وتشون قبل ما الامور تخرج عن السيطرة اكتر من كده. فبيستدعي دونالد عدد كبير من القوات وبياخدهم وبيتحرك ناحية القرية علشان يقبض عليهم. وفي نفس الوقت ده بيكون راسل قاعد في الفندق وبيحاول يحل لغز قضية ميدورا ويفهم هي قتلت ابنها ليه. وبيفتكر راسل الست العجوزة اللي شافها في القرية قبل كده، وبيفتكر تحذيرها ليه وكلامها عن ميدورا، فبيفهم ان الست دي كانت تعرف ميدورا كويس. فبيقرر يروح يقابلها ويقعد معاها على امل ان هي تساعده في حل اللغز ده. وبيروح راسل لبيت الست دي، لكن المفاجأة انه لما بيوصل هناك بيلاقيها مقتولة بشكل بشع. وطبعا بيتصدم راسل من منظرها وبينهار وبيطلع يطلب المساعدة، لكن في اللحظة دي بيوصل دونالد والقوات اللي معاه للقرية علشان يقبضوا على فيرن وتشون. وبيقرر دونالد يحاول يتفاوض معاهم ويخليهم يسلموا نفسهم من غير شوشرة. فبيروح يتكلم مع تشون وبيقول ان هو فيرن مشتبه فيهم في عمليات القتل اللي في المشرحة. والمفاجأة ان تشون بيعترف له بمنتهى البرود ان هم اللي عملوا كده،
وكمان بيعرفوا ان فيرن مش موجود معاه لانه راح يطارد مراته، فبيحاول دونالد يقنعه يسلم نفسه ويجي معاه من غير مقاومه، لكن تشون بيرفض تماما وبيقول ان هو عمره ما هيستسلم، وبيتكلم معاه باسلوب وقح جدا. فبيرجع دونالد يتكلم مع رجالته علشان يجهزهم للقبض على تشون بالقوه، لكن المفاجاه ان تشون بيشتبك معاهم وبيضرب عليهم نار قبل ما يجهزوا نفسهم، وبيقدر يخلص على معظمهم في لمح البصر. وبيفضل تشون مشتبك معاهم مده طويله جدا، ومفيش حد بيكون قادر يوقفه ولا حتى قادرين يصيبوه بطلقه واحده. وبعد معركه طويله بيقدر يتسلل دونالد للبيت اللي تشون فيه، وبيقدر ان هو يضربه بالنار وبيخلص عليه. لكن بعد ما بيكون تشون عمل مجزره وقتل ضباط كتير وعمل اصابات لعدد اكبر، وبيتنقل الاشخاص المصابين للمستشفى، وبيكون تقريبا دونالد هو الوحيد اللي خارج سليم. وفي نفس الوقت ده بيكون فيرن لسه بيدور على مراته وبيحاول يوصل لها باي طريقه، فبيروح على اخر اماكن هي زارتها على امل ان هو يلاقي اي حاجه توصله ليها، لكن من غير فايده. وبالليل بيروح راسل يواسي دونالد بعد حادثه تشون، وبيحاولوا هما الاثنين يحلوا اللغز لان ما بقاش في حد فاضل غيرهم. وبيحكي راسل لدونالد على العرافه اللي لقاها مقتوله، فبيستنتجوا ان فيرن هو اللي قتلها علشان يوصل لمراته، وبيحاولوا يربطوا الاحداث ببعض ويوصلوا لاي حاجه، لكن برضه من غير فايده. فبيحس دونالد بالاحباط وبيقول لراسل ان هو محتاج اجازه من كل ده، وبيفضفض دونالد معاه وبيحكي له على مدينه معينه هو بيحب يروحها علشان يرتاح هناك ويستجم. فبيفتكر راسل كلام ميدورا اللي كانت بتقوله، واللي هو انها بتحب تروح للينابيع المعزوله اللي جنب القريه علشان ترتاح هناك. فبيستنتج راسل ان هي موجوده هناك دلوقتي، خصوصا ان محدش هيفكر ان هي مستخبيه في منطقه قريبه من القريه بالشكل ده. فبيقرروا يروحوا يقبضوا على ميدورا قبل ما فيرن يوصل لها ويقتلها. وفي نفس الوقت بيكون فيرن فقد الامل ان هو يلاقي ميدورا بعد ما بيكون قلب الدنيا عليها ومش لاقي لها اي اثر، لحد ما بيفتكر فيرن ان هو وميدورا كانوا بيروحوا يقضوا وقت سوا في الينابيع جنب القريه، وساعتها هو كمان بيستنتج ان ميدورا مستخبيه هناك. وتاني يوم دونالد وراسل بياخدوا طياره وبيتحركوا ناحيه الينابيع، وبعد شويه وقت بيوصلوا لهناك وبيبداوا يقربوا ببطء من المنطقه لانهم ما بيكونوش عارفين ايه اللي مستنيهم. وفجاه وبدون سابق انذار بيتضرب دونالد بسهم في رقبته وبيقع على الارض، فبيتصدم راسل وبيحاول ينقذه بسرعه، لكن للاسف بيموت دونالد فورا بين ايدين راسل. وبيتضح ان فيرن هو اللي ضرب السهم ده على دونالد، فبيحاول راسل يتمالك نفسه وبيبدا يضرب نار على فيرن، لكنه بيلاقيه اختفي فجاه وملوش اي اثر. فبيدخل راسل بسرعه للينابيع وبيلاقي ميدورا موجوده هناك فعلا، وبيكون عاوز ياخدها ويهربوا من المكان بسرعه قبل ما فيرن يرجع. لكن قبل ما يهربوا بيدخل فيرن للمكان وبيضرب راسل بسهم في صدره وبيوقعه، ورغم ان الاصابه بتكون خطيره لكنه بيكون لسه عايش وكمان واعي باللي بيحصل حواليه. وبيتوقع راسل ان فيرن هيدخل يقتل ميدورا وبعدها هيخلص عليه، لكن المفاجاه ان فيرن ما بيقتلش ميدورا ولا حاجه، لكنه بياخدها وبيهربوا سوا. فبيتصدم راسل وما بيكونش مصدق نفسه، وساعتها بس بيبدا يحل اللغز ويفهم كل حاجه، وبيعرف ان فيرن ما كانش بيدور على ميدورا علشان يقتلها زي ما كانوا متوقعين، لكنه في الحقيقه كان بيدور عليها علشان يحميها من الشرطه وياخدها ويهربوا سوا. والمفاجاه ان هو كمان بيكون راضي على اللي ميدورا عملته في ابنهم، وبيكون التفسير الوحيد المنطقي لقتل ميدورا لابنها هي انها كانت بتنقذه من الظلام والوحشيه اللي جواها وجوه ابوه، وده لان ابوه شخص سيكوباتي وقاتل، وهي كمان مجنونه ومختله عقليا، واكيد الولد هياخد الصفات دي منهم وهيكون اسوأ منهم كمان. وعلشان كده ميدورا كانت شايفه ان هي كده بتنقذ ابنها. وطبعا بيكون راسل مصدوم من الحقيقه وبيحاول يضغط على نفسه ويقوم يطلب المساعده، وبالفعل بيقدر يخرج من المكان، لكن بسبب اصابته بيمشي كام خطوه بس، وبعدها بيقع على الارض وبيغمى عليه. ولحسن حظه بيشوفوا مجموعه من اهل القريه وبينقلوه للمستشفى، وبعدها بيفوق راسل في المستشفى وبيتفاجئ ان بنته ايمي موجوده جنبه، وبيكون واضح ان هي كانت قلقانه عليه. وقتها بيكون فرحان جدا وما بيكونش عارف يقول لبنته ايه، فبتبدا بنته كلام معاه وبتساله عن اللي حصل، فبيبدا هو يحكي لها بحماس عن المغامره المرعبه اللي عاشها في المكان ده واللي عمره ما ينساها. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.